أحد الدعاة يقول إن من لم يدفن لا تصيبه ضمة القبر، هل هذا الكلام صحيح؟ ما شدري يقول بلا علم، أمور القبر وأمور البرزخ ما يتكلم أحد فيها إلا بعلم دليل، وعذاب القبر ينال الميت سواء دفن أو لم يدفن، سواء أكلته السباع أو ألقي في البحر أو احترق بالنار أو غير ذلك، يأتيه من عذاب القبر، والله على كل شيء قدير، أن يوصل إليه العذاب في أي مكان كان. نعم.